مساكم الله بالخير يا حبايبنا، كيف حالكم؟ طيبين؟ صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. اليوم في معرض اسمه معرض السياحة والسفر، صراحة كان افتتاحها البارح واليوم ثاني يوم وبكرة آخر يوم، وقلت كوني أنا إنسان خبير سياحة وسفر لازم إني كلي بصمة فيه، لازم أخذ لفة وأشوف وش العالم وش الناس تسوي، وين بيسافرون، إذا أحد بيسافر يأخذني معه، ولا إذا أني بسافر بأخذ أحد معي. الله يحييكم، تعالوا خلينا نشوف وش الأجواء هنا. الله، هذه أول شيء فلاي ناس، الله عليكم يا فلاي ناس، هذه على حسابي إعلان مجاني فلاي ناس، أنتم أول من طب عليه جوالي في التصوير. خلونا نخش ونشوف وش السالفة وش الأجواء. بسم الله. الله، بوابة أذربيجان. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب، كيف أذربيجان؟ مية مية. Have you been ever in Azerbaijan? No, I have never been there. You should come. How is it? Very nice weather now, 25 degrees, very comfortable, sunny. Allah, يقول جواها جميلة ومشمسة. أكل مية مية صح؟ أكل حلو ها؟ Food is very nice there. Yes. Isn't it? Halal, tasty. Oh. Allah. الله عليك، الله عليك. I wish you all the best sir. الله عليكم، لا تطوفكم، لا تطوفكم أذربيجان، لا تطوفكم أذربيجان. أذربيجان جميلة، والله أذربيجان جميلة جدا. الله عليكم، لا تطوفكم أذربيجان. الأردن، الله النشامة، الله النشامة، شبول وجماعته. خلينا نشوف النشامة ايش عندهم. السلام عليكم يا أخي النشامة، يا أخي تشبعونا بكرمكم. الله عليكم، الله عليكم أردن. قال لازم تحلي، هذه جاية من الأردن هلا صح؟ من عمان. الله عليك، الله عليك. تكفى في النشامة، تكفى في أهل الأردن حبايب. الله، إنها قهوة النشامة يا سادة، القيصر يتقهوى مع الشعوب الأردنية. الله عليكم، أهلا أهلا بأهل الأردن، منوريننا منوريننا. حلو أنت ما شاء الله عليك، بجيبكم ترى سنعني. إذا ما سنعتني يا ويلك أنت. حبيبي حبيبي، هذه فكرة القيصر إن شاء الله في المستقبل، أخذ لي زي هذه السيارة، بس بأخذ لي سيارة جديدة وأرسم عليها خريطة العالم، وأخذ لي واحدة زي هذه وألعاب البنات ونفلها، وهذه الشنطة. الله، والمركة، أهم شيء المركة، لا أحد ينسى المركة. أنواع المزامير نوعان، نوع يحطونه للغناء ونوع ثاني الشاطر يجاوبه. يلا للشاطرين فقط. الله، هذا أهم ما في المعرض، العلا يا سادة. العلا من أفضل الأماكن والوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية اليوم، لا تطوفكم. أنا والله إنها من أمنياتي إني أزور العلا، وكل ما جاء شتاء أقول إن شاء الله الشتاء القادم أغطيه في العلا. شوف الجمال، شوف الشيء. إذا ودك تشوف العلا تعال. الله، يا أندونيسيا، الله، الشعوب الأندونيسية. السلام عليكم، كيف الحال؟ عربي انجليش نو عربي اندونيسيا قفريش، يعني توكا انجلوسيا. الله، قد خلطنا الروسي مع العربي. طيب، ايش في عندكم في اندونيسيا؟ الربع اللي يبون يروحون اندونيسيا يجيبون شغالات وعلوم الطيبه. الله، ايش اسمه هذا الجبل؟ ايش اسمه؟ بونشاك. الله، يا بونشاك جميله، بونشاك. اعطيني بزنس كارد، ايش عندكم انتم؟ وندرفل اندونيسيا، اللي بيروح اندونيسيا الربع، اندونيسيا جميله ما شاء الله تبارك الله، والله في كمية ناس عالم مشاهير والأمور طيبة. طبعا صادفت الرحالة، جروب الرحالة، وهذا البوث حقهم، وعندهم سحب جوائز، وقالوا لي أبو زهرة لازم تشارك معنا. قلت يلا بشارك وبساهم في توزيع الجوائز، الله أكبر، وإذا فزت بالجائزة بعطيها المتابعين المحبين، يستاهلون يستاهلون. اكتب القيصر العظيم. الله عليك، الله يا الزهراني القيصر. شوف، اذا فزت، اذا فزت هذه بهديها للشعوب، ما باخذ. الله، بسم الله بسم الله، هذه حقت ابو زهره، يا رب اني افوز، ادعوني افوز عشان تاخذونها، قولوا امين. الله يا راجح، الله الله، ما ادري ايش عندك انت، عند الصينيين والطاجكستانيين، ايش جوك انت بالضبط؟ تغير جو. ها؟ تغير جو، تغير جو. شفت ترى ممنوع تسافر من دوني. ليه؟ بنصب بضبطك انا في السفر. هلا جورجيا، لا لا، انا عندي رحلات خاصه، بضبطك احسن لك. خلاص، هاي الرحله جايه مع راجح، جهزوا لها يا رب. من اجمل البوثات طبعا بوث مين؟ اهلنا وحبايبنا اهل البحرين، الله يسعدكم. الله عليك، الله الله عليك. ايش عندكم؟ اشرحي لنا بالله كذا.
يا سلام. متواجدين في قلب الرياض. أصالة. ننشر لكم ثقافة أهل البحرين وجايبين لكم عروض ممتازة على فنادق البحرين وباكجات البحرين داخل البحرين وبرا البحرين، عاد بنعطيكم خصم حلو. كفو عليك، همشي أبو زهرة. أكيد. باخذ أم أميرة وأميرة والبنات. أكيد في عيوننا. تضبطون القيصر محل حلو. أبشر أبشر. الله القيصر يا حظه، يا حظ القيصر، الله أمي دائما تدعي لي. الله يسعدك يا شيخة، سعيد والله بشوفتكم، من أجمل البوثات والله. بالذات أهل البحرين، إحنا نحب أهل البحرين، هذه حقيقة حقيقة. يا سلام يا سلام يا سلام. إيش؟ أوه هذا وشو؟ وشو البتاي ذا؟ زي المكسرات كذا؟ الله عليكم الله عليك، هات هذا بذوق ولا ما نذوق؟ إيه لازم نذوق عشان أصير أقول للمتابعين حلو ولا مو حلو، وهذا وشو؟ مشموم. يا سلام هذا مشموم ريحان عندنا، اعطيني واحده ريحان على اللي قابل غطره. الله عليك الله عليك ابو زهر، الله زعنت زعنت امورك يا القيصر. يلا الله يحفظكم يا البحرين، حب كبير للبحرين واهل البحرين، امان الله الله يحفظكم. الله عليكم يا الهنود، انا معلوم انت هندي من الشلل وكيرلا بالذات 100 100. يا اخي عندكم هذا حق هوسبيتال علاج طبيعي؟ ايوه. I need one hospital there. Give me your card. عندهم مستشفى في الهند حق علاج طبيعي في كيرلا. بس لازم اذا بتروح لازم تحجز قبل 6 شهور. لعل ابو شنب هذا يسندعنا. هات البزنس كارد. نو اني بزنس كارد. انا قاعد اشيل في الدفاتر حقتكم. ما اشيل دفاتر الجامعة عشان اقعد اشيل دفاتركم. مع السلامة. طبعا لقينا الاخ مرشد الحربي. ارحب يا مرشد. يا مرحبا. كيف امورك؟ الله اكبر. مرحبا مليون. ترى لا تقول قيصر زهران، يزعلون الزهرين. انا قيصر عمري بس، الزهرين كلهم قياصره، وانا اقل واحد في زهران. الله يوفقك. وياك يا حبيبي. ابعطيك نبذه عن سريلانكا. اي عطني عطني عطني. هذه طلعت سيجيريا. ايه. تسمى قبضه الاسد. قبضه الاسد. الله. الحاكم كان هنا. الحاكم كان هنا، الله اكبر. هنا من يكون؟ الشعب العظيم. الله. الشعب العظيم كان هنا. الشعوب هنا والقيصر فوق، يعني كان بيته هنا. انت تخيل عشان تطلع القلعه. ايه. 1400 درجه. 1400 درجه. يا سلام. انا ما اقدر اطلعها معليش. 1400. 1400 درجه عشان توصل هنا. لا اله الا الله. يعني هذه مغامرة يوم كامل، تطلع الدرج 1400 درجة. منطقة دنبلة فيها حتى فيها رحلة سفاري كمان. فيها رحلة سفاري. يا سلام يا سلام يا الربع، لا تطوفكم رحلات سريلانكا والمالديف. اللي يبي يروح الديار تبغانا نروح المالديف؟ يلا يا اخي نروح المالديف، خلينا نشوف نشوف ايش في المالديف. انا قد جيت هالمالديف صراحة، انا والمدام قضينا شهر العسل العجيب. ما لا والله ما كان شهر عسل، كانت كذا تجديد تجديد لشهر العسل، تجديد اذا بتجدد. طبعا بنكمل لكم المالديف، خلونا نشوف المالديف اللي عندهم شهر عسل. اسعار المالديف صارت رخيصه الحين صح؟ راني. ايه اللي من طرف 500 ريال نجدحها. الله عليك الله، اجل نروح ولا الرجال بينقصكم 500 ريال في اي وش عندكم طيب؟ وين ايش في المالديف علمني. برسل لك العرض الحين على السناب يجي. خلاص الحين بنزل لكم العرض حق الرجال، المالديف وسريلانكا، وروحوا له واذا ما رعاكم علموني عليه الحربي ذا تفاهم معه. الله يسعدك ويوفقك ويرزقك يا رب. الله يوفقكم الله يوفقكم. الشيخ رامي يلا حي الشيخ، يقولون رايح الصين. يا هلا. اول شيء عندنا ان شاء الله باذن الله في الصيفيه. ايه. رحلات عديده. حلو. والحساب مليء بالرحلات ما شاء الله والمسابقات والشيء اللي يرضيك ويرضي بائقه متابعين. الله عليك. الشيء المهم عندنا رحله على الصين ان شاء الله بتكون 7 نجوم مو 5 نجوم. يا سلام. سواء كنت بتستكشف الصين سياحيه، سواء كنت انسان عندك فكره او تبي تسترزق او تبي تحدث بيتك او تبي تجيب تجارتك للسعوديه، يدك بيدنا. يلا الله يرزقك. راعي الاولى في السعوديه. الله يوفقكم الله يوفقكم، بحط لكم حساب يا رب. اللي يبي شيء من الصين يروح للشيخ رامي. الله يسعدك. الله يحفظك. قامت الهدايا الهدايا الهدايا. الشباب ما شاء الله. هنا 300 ريال الان مقدم. يلا نبغى رقمي نبغى رقمي. يلا يا رب ادعوا لنا برقمي ادعوا لنا. كم هو كم هو الرقم؟ كم هو؟ هذه 500 ريال يا صالح. 1.6 كم؟ كنا قال 1.6. 1.6 1.9. 1.9 حسبنا الله. ايوه غيره غيره. حط ابو زهره تكفى دخيلك. حط ابو زهره.
ياخذ الميتين، نوى ياخذ الميتين. من يزول كم؟ زهرة. واللي جنبه. اثنين. تبلوها الأربعة. ثمانية. أنا فروبك. والله يا رفيقي إن شكل ما معي ولا حظ. شكل قيصر ما بيفوز ولا بشي. ها؟ فرح رقد أنا. يلا 500. مشترك تبيع الصرافة يلا. يلا هات يلا. اسحب. إن شاء الله يلا ها. بسم الله اصل 500 دولار زهراني يسحب للزهراني فيلا سلطانه في بونشاك اندونيسيا مقدمه من رواد اندونيسيا الرقم كم 1628 خمس ايام تعالي هذه كاملة تعالي يا كاملة تعالي هذه الفائزة تستاهل ما شاء الله مبروك مبروك 1628 تستاهلين ما شاء الله مبروك لك في اندونيسيا ولا نشتريها؟ تبغين تروحين؟ طيب هذه خمس ليالي من فيلا السلطانة في بونشاك في اندونيسيا مقدمة من رواد اندونيسيا الأستاذ فهد الزهراني مسؤول عنهم وهذا هو قبيلك هذا الرجال قبله وبعده هناك تمام؟ خلصنا الله يرزق الآن عند